السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الحبيب، قبل أن تبدأ بالاستماع إلى هذه الرقية، كل ما أطلبه منك أن تتوضأ لله عز وجل، ثم تصلي ركعتين توبة. هذه الرقية هي بأمر الله الواحد الأحد صاعقة لكل مس عشق يسكن في الجسد. فتوضأ وأخلص نيتك لله، وصل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات قبل أن تستمع إلى هذه الرقية، الصلاة الإبراهيمية. وكما قلت لك، صل ركعتين توبة لله عز وجل، واستمع لي بعناية وإنصات. هي رقية ستكون قليلة الوقت كثيرة الفوائد بأمر رب العالمين. فطهر قلبك ونفسك واستمع لي جيدا في الدقائق المعدودة القادمة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أخي الكريم، أغمض عينيك الآن واستمع لي بانتصات،
وإن استطعت أن تسترخي على فراشك فافعل ذلك حتى أنتهي من قراءة هذه الرقية عليك بأمر الله. أختي الكريمة فعلي ذلك أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تترك هذا الجسد الآن. أحرج بالله العلي العظيم على من يسكن في الرحم. أحرج عليك بالله الذي خلقك وشق سمعك وبصرك إلا أجبت داعي الله. أجب داعي الله، أجب داعي الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم شل سمع وبصر كل من يسكن في هذا الجسد. اللهم شل سمع وبصر كل نفس، كل نفس جاءت من شخصية سيئة. كل سحر جاء من ساحر، كل سحر جاء من ساحر. اللهم إنك قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم اجعل هذه الآيات كالحمم البركانية على كل من يؤذي هذا الجسد. اللهم اجعلها كالحمم البركانية تنزل كالصواعق من السماء، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. اللهم عليك بكل من يدب في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد أو نفس خبيثة، أيا كانت هذه النفس أنت أعلم بها منا يا كريم. يا مخلص النفس من النفس خلصها يا كريم، خلصها يا كريم. اللهم خلص هذه الأمة من أثر الشياطين. اللهم خلص هذا الرجل من أسر الشياطين. اللهم خلص كل من يستمع إلى هذه الرقية من أسر الشياطين يا كريم. أغمض عينك وركز معي يا أخي الكريم، وإن شاء الرحمن ستتحسن بعد هذه الرقية بأمر الله. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. في الحميم ثم في النار يسجرون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والنجم إذا هوى، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليها من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب.
إن كل نفس لما عليها حافظ. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. بأمر الله. بأمر الله. أيتها النفس الخبيثة التي تسكن هذا الجسد، سيأتي يوماً ترد فيه إلى الله وسينبئك بما عملت. فأحرج عليك بالله العلي العظيم أن تتركي هذا الجسد طاعة لله. تسحب كل نفس تسكن في الرحم، ويسحب كل شيطان عاشق يسكن في الرحم وأسفل منه. يسحب كل من يسكن في المعدة، ويسحب كل من يسكن في العظم، يسحب كل من يسكن في الدم، يسحب كل من يسكن في اللحم، يسحب كل من يسكن في الأطراف. يسحب 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 بأمر الله، بأمر الله. اللهم لا حول إلا حولك، ولا إله غيرك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. تقيد هذه النفس الذي تحيط بالجسد، وتسلسل بأمر الله، ويغلق كل منفذ، يغلق كل منفذ. تطهر، تطهر هذه النفس بأمر الله. اللهم اجعل هذه النفس مطمئنة، اللهم ابدلها من خبيثة لمطمئنة، اللهم ابدلها من خبيثة لمطمئنة. اللهم فرج عن هذا الجسد ما هو فيه، اللهم فرج عن هذا الجسد ما هو فيه. يعالج الجسد من كل الآلام اللي فيه بأمر الله، يعالج الجسد من كل الآلام اللي فيه بأمر الله. تختفي جميع الأعراض التي ظهرت أثناء القراءة بأمر الله، ويسكن الجسد وينشط بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أخي الكريم، كرر هذه الرقية أكثر من مرة، اتركها بجوارك أثناء وقت فراغك وأثناء نومك وأثناء ما أنت بتعمل في المطبخ، شغلها بجوارك، شغلها دائما بجوارك حتى تختفي جميع الأعراض التي ظهرت عليك أثناء القراءة. ولا تنسى يا أخي الفاضل أن تتوضأ وتصلي ركعتين توبة لله عز وجل، وتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية 10 مرات قبل أن تفترغ بنيتك لاستماع هذه الرقية. فهذا أصوب من أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، فالصلاة على النبي ترفع الدرجات وتجعل العمل مقبولا عند الله عز وجل. فلا تستدجل الأمر، بلاش إنك أنت تتجل الأمر، خليك دايما مع الله عز وجل، خليك دايما قريب من الله عز وجل. ما تقولش لا ده يعني لسه هتوضى وهصلي ركعتين وهصلي على النبي 10 مرات، لا، خلي عندك إرادة، وما تخليش حاجة تجري في جسمك شمال ولا يمين. لما تلاقي حاجة بتتحرك في جسمك اثبت، الجسد ده ملكك، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك، فأنت القائد، روحك هي المتحكمة في الجسد، نفسك هي المتحكمة في الجسد، ليس الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شغل الرقية ديت بجوارك وانت في المطبخ، بجوارك وانت نايمة، بجوارك وانت قاعدة في البيت، شغلها دائما أبدا بجوارك، وانشرها، جعلها الله عز وجل خالصة لوجهه الكريم، وجعلها الله في ميزان حسناتك وميزان حسناتي. خذها عندك وانشرها يا أخي الكريم، ونزلها عندك، وربنا يتقبلها إن شاء الرحمن. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يجعل فيها لعباده الشفاء. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.